السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم سي حاج قريب، بخير؟ يا مرحبا بك مولاي. انت بخير؟ الحمد لله، شكرا خويا. الوليدات بخير؟ الحمد لله، شكرا لله. انت بخير؟ نحمده تعالى ونشكره. اللهم لك الحمد. بارك الله فيك. انا ساعة مباركة هذه اللي هضرنا معك سي حاج قريبان. الله يكرمك اخويا ويعزك مولاي. الله يبارك فيك. اللي تدعى عليا مع اخوتي ويدعى عليا مع وليداتي. عندي خويا مريض وعندي واحد الاخت الله تزوجات. باش تعطيها شي تريكه حسنه. يا ربي يا ربي. دعا ليا مع بنتي راه مريضه بالاعصاب، والله يشافيها ويعافيها ويشافي جميع المسلمين. يا ربي يا كريم يا ربي. ودعا ليا مع واحد الاخ ديالي مريض حتى هو، الله يشافيه. يا رحمن يا رحيم يا ربي. ودعا ليا مع امي الله يوليها برحمه الله، هي ولا الوالد ولا جدودي ولا كاع العائله والمسلمين كافه اجمعين. اللهم امين يا ربي يا كريم. انا كنطلب الله تبارك وتعالى كاع اللي مريض الله يشافيه. يا ذا انا بغيت تدعى ليا معاه، لانه انا متبعكم، متبع البرنامج ديالكم، والبرنامج ديالكم مزيان، وكاين كينصح الدين وكينصح العقيده ديال الاسلام، والله يكثر من مثالكم. هذا هو اللي كنطلب الله تبارك وتعالى. دعى لي مع اخوتي الله يعاونهم، يا رب الله يستر عليهم ويحفظهم كاملين يا رب. واحد الاخت ديالي راه يلاه تزوجات، كبيرة شوية في السن، تكون شي 35 ولا 38 عام. يلاه يوفر لها الله الزواج ديالها، الله تزوجات، الله يعطيها شي تريكة حسنة. اللهم امين يا رب. هو اللي كنطلبو الدا سي حاج قريبا، ودعا ليا مع بنتي راها مريضة. الله يشافيها بزاف بزاف بزاف. عام هذا باش مريضة، دابا عندها متبعة الأمراض ديال الأعصاب، كان عندها المس ولكن دابا ما بقاش عندها المس، درت لها الرقية ما بقاش عندها المس، ولكن دابا مريضة بالأعصاب. ودعا ليا معاها، الله يشافيها ويعافيها. الله يشافيها. الله يكثر من ذلك الدا سي الحاج. أعزك الله خويا عزيز. أخينا السي عبد العزيز من إقليم أزيلال، وربي سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. البنية ديالك عندها أمراض نفسية، وكان عندها المس. المس علاجه بسيط، المس علاجه المواظبة على الوضوء، وعقب الوضوء كنصلي ركعتين لله، وأستعين على الله تعالى بالصبر والسجود. اللي عنده شي مس راه تقضي عليه نهائيا، باش بالصبر أولا، تصبر لله، ثم أسجد واقترب، وغادي يزول منك المس نهائيا. ما نبقوش نقلبوا على الرقات، ونقلبوا على مول البركة، ونقلبوا على مول الفوطة، ونقلبوا على مول الكارطة، ونقلبوا على مول كذا وكذا. كثير الناس يتوهوا. طريقة سهلة مهلة، أنك تتوضأ لله تعالى، وتصبر وتسجد لله سبحانه، وتواظب على السجود، وتزيد في السجود، وتصبر، وغتلقى بأن وأنت ساجد جميع المؤثرات السلبية تزول. هذه واحد معلومة مهمة لابد أن نفقهها جميعا أيها الأحباب الكرام. أخطر ما أعطانا الله تعالى من النعيم نعمة السجود. حينما تسجد لله رأى كل ما في الجسم من مؤثرات سلبية، كل ما فيه من طاقة سلبية، وفيه من أمراض وأوجاع وغيرها، تزول عن طريق السجود. كان هناك صالحون في التاريخ معروفين، فيما كيوقع لهم شي بلاء من البلاء ما يمشي يبقى يبكي ويقلب على الطبيب والراقي، ولا يقلب على المحامي والقاضي، ولا يقلب على رجل السلطه اللي غادي يعاونه، ولا واحد المحسن يعاونه، ولا شكون اللي يستغيث بالخلق. ابدا، كتلقاه يلجا الى السجود، ما يرفعش راسه، كيبقى ساجد يقول يا ربي يا ربي لن ارفع راسي الا بان تفرج عني، وكيبقى ساجد لله حتى يرى عجائب قدره الله. كل ما عنده يتبخر وكأنه مجرد أوهام، ومجرد فرقعة صابون. فأخي عبد العزيز، البنية ديالك الأمراض ديالها النفسية راه غير ريغلاج، الأمراض النفسية راه غير ريغلاج، بحال الراديو اللي في تشاش كنريقلوا الموجة. اللي عنده مرض نفسي باقي ما ريقلش الدماغ ديالو كتريقلوا على مدى، على أن العطاء من الله والمنع من الله والخير من الله وكل شيء من عند الله. كترجع كل حاجة آمنت بالله ورضيت بقدر الله،
علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أننا حينما نستيقظ كل صباح أن نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيد محمد نبي رسول. الرضا علمنا نقول الرضا. إن لم أزيك تقول الرضا في الصباح كل مرة كل مرة لن يكون عندك تسخط. أتخلي كل شيء زين. غنسولك كيف هي أحوال الدنيا بخير وعلى خير، كيف أحوال الحكومة الله يهديها وينصرها، كيف حال المجتمع كل الحمد لله غادي من حسن إلى أحسن، كيف الأحوال ديالك كل شيء زين. حينما ترضى على الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل يجعل الرضا حليفك، وحينما تتسخط وتتدمر ربنا يغلق عليك الأبواب وتزداد احتراقا والعياذ بالله. أخينا السي عبد العزيز، أسأل الله تعالى بعزته وبقدرته أن يشفي ابنتك وفلتك بيدك، الله يمتع بالصحة وبالعافية وبتمام العافية، وأسأل الله الواحد الأحد أن يحفظ لك الأولاد والبنات ويبارك الله في الوالدين وفي الرزق وفي العائلة أجمعين. أسأل الله تعالى كل ما تتمناه في قلبك وضميرك ربنا أعلم به، الله يعجل لك بالفرج، الله يفتح لك الأبواب المغلقة. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة في هذه الليلة آخر أحزانك وهمومك، وكل من قال آمين اللهم ارزقه من الخير والبركة ما أنت به عليم. قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي دير عمي الحاج. الله يبارك مولاي. كدير مع الصحابي خير؟ الحمد لله ونشكره أخويا. كهاني عمي الحاج. ولله الحمد، الله يبارك فيك. راك عبد الإله بن قرير عمي الحاج. بن قرير هذا. الكاتب. الصوت ديال عبد الإله، ولكن أنا خرجت لي أكادير. أنت بن قرير سي عبد الإله ديالنا. أي الله يحفظك ودير. الرجل الفاضل. أنا كنسميه ولي الله. سي عبد الإله ولي الله. كدير مع الصحابي خير؟ الله يبارك فيك أخويا. والله الا توحشتك دابا، وسبحان الله شد لي الخط ومعايا واحد الصديق ديالي، حنا دابا كنتكلموا معك من البراكه ودي عمي الحاج. البريكه ديالك اللي خدام فيها في الرزيق ديالك. الرزيق ديالي فيها شويه الزريعه وفيها اللي تكلمتك عليه ودي عمي الحاج. بارك الله فيك السي عبد الاله، رجل فاضل، رجل المؤمن. الله يحفظك ودي عمي الحاج. وكنسول على واحد الحاجه الزهراء واخونا عبد المبي من سميتو، ما بقاوش تكلموا في الاذاعه، بغيناهم يتصلوا. اياه فعلا، هادو مجموعه ديال هاد الاصوات حتى نشتاق نسمعوها ودي عمي الحاج. اي سي عبد الاله يا خويا، وحتى صوتك انت منهم، وحنا اليوم فرحانين ما سمعناك. الله يحفظك ودي عمي الحواب، مع الوقت وليت مضاربين مع الزمن ودي عمي الحاج. لا اله الا الله. مع الوقت شويه ديال الترويض وشويه هكا وشويه هكا. الله يكمل لك رجاء. مع الوقت النهار يدير الله الفرج ودي عمي الحاج. الله يكمل لك رجاء سي عبد الاله. ومن باب التذكير عمي الحاج، هذاك المسجد اللي في حي التقدم اللي ذكرت لك. اييه. راه قريبا كي غادي يفتح الابواب ديالو في وجه المصلين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا كريم. وكاين واحد الدعوه ديال الخير لكل من تحرك في السلطات المحليه اللي حركات، وعلى الناس اللي قاموا ولو بشي حاجه بسيطه، الله يجازيهم بخير. يا رب يا رب يا كريم. اياه. والاحتفال اللي عرفت الحي ديال التقدم هو نهايه الاسبوع ودي عمي الحاج. اياه. خرجنا الناس ديال الساكنه كاملين، استقبلنا السيد العامل على واحد المشاريع تلقاو هنا في الحي. نعم. واحد السيد رحم عليهم الله بهذا الرجل، هذا كان واحد الدعوه ديال الخير ليه ودي عمي الحاج. والله الا راه رجل فاضل، واستقبلنا والحمد لله تلقى عده مشاريع هنا في الحي. ما شاء الله تبارك الله. وراه كان من دوك الناس اللي تحركوا على المسجد وعنده غير على البلاد وخدام، واحد الدعوه ديال الخير. انا ما كان بغيت والو، بغيت لي واحد الدعوه ديال الخير والناس كاع اللي كيخدموا البلاد واللي فيهم اللي كيوصلوا الامانه لبلاصتها. لا اله الا الله، الله يبارك، الله يبارك استاذ الاله. كنشكرك. والحمد لله ودي عمي الحاج، الله يبارك فيك، الله يكبر بك. اعزك الله مولاي، شكرا لك سي عبد الاله. انا ودي عمي الحاج، راه كنتوحشوا الاذاعه وكان راك تفوج علينا بزاف ودي عمي الحاج. الله يلا بالنسبه لي انا البرنامج ما كيحيدش ودي عمي الحاج. اعزك الله خويا عبد الاله، اعزك الله. الله يحفظك وراه الله يسهل عليك ودي عمي الحاج، لما دعي معايا واحد الدعوه ديال الخير. يا الله يفرج عليك. انا واحد الصديق ديالي جواد، راه بغيت يتكلم معك تا هو، كيبغي يتكلم معك شحال من مره. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. عادي يسلم الحاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سي جواد، حياك الله مولاي. صحيح حبيبي خير. أكرمكم الله. عمر مزيان كبير، الوليدات كبير. بارك الله فيك مولاي، للأسف انقطع الخط. ما شاء الله ما شاء الله. سي عبد الإله كنشكروك وكنشكروا السي جواد. سي عبد الإله بالمناسبة تذكير للسادة المستمعين، هو واحد شاب كان جا عندنا شحال هذه الإذاعة، شاب فاقد البصر، وشاب الصورة ديالو كتذكرك بجيل الصحابة اللي كانوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم. شاب رقيق نحيل بلحية مهذبة
فاقد للبصر بعكازه ووجهه يبشرك بالخير. كتلقى وجهه مبتسم كله، عينيه مبتسمتان، شكله كله على بعضه مبتسم، ورغم أنه ظروفه لا يعلم بها إلا الله، أنه كفيف وأنه بغي يتزوج وتزوج واحد البنية وظروفه صعبة وأنجب الطفل توا مريض وفي شلل وفقر مدقع وظروف صعبة، لكن كنا نستمد من أخينا عبد الإله طاقة، هو جي مسكين يقلب على المساعدة، لكن لما كان يحضر كنا نستفيد منه، هو كله كده كيكسبك هو أصلا هو فيه طاقة إيجابية كيخليك تعلم منه الصبر وتعلم منه القناعة بالقليل وتعلم منه النظرة المتفائلة للمستقبل. بقى خونا عبد الإله كيجري هنا وكيجري هنا، في الأول دار واحد الخطأ أنه كان كيدق الباب ديال بعض الناس اللي ساعدوه، لكن سرعان ما اكتشف بأن هذا منهج خاطئ، إلا بغى شي حاجة كيدق باب الله وحده لا شريك له، فصار يدق باب الله وحده لا يسأل أحدا من الخلق، فإذا به يفاجأ سي عبد الإله بأن هناك من يطرق بابه ومن يقدم له يد المساعدة. وهو سي عبد الإله الحمد لله الآن في وضعية حسنة، وكنشكر السلطات المحلية في إقليم بن قرير اللي كتقوم بواحد المجهود كبير خصوصا مع الفئات المعوزة والفئات اللي هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، واحد المجموعة منهم مكنتهم من أسباب الرزق، عوض تعطيهم مساعدة، كل اللي عطوه كيوسك، كل اللي عطوه عربة، كل اللي عطوه مجموعة ديال الأشياء اللي عن طريقها يكسب قوت يومه. وهو غادي أخونا عبد الإله غادي في هذا الطريق الممتاز، وكنحيوا الصوت المحلية اللي في بن نقرير، فعلا كنا كل مرة كنسمعوا أخبار سارة أن هناك حوار بينهم وبين الساكنة، أن هذا المسجد اللي كان تعثر في حي التقدم ها هو الآن بشرنا بالخبر السي عبد الإله بأنه قريبا سيتم افتتاحه في وجه المصلين، بعد أن كانوا يشتكون أن المنطقة خالية من مسجد وجاء رمضان وجاء التراويح وكان ظروف صعبة. الحمد لله بقدرة الله وغير بالنية وغير شوية ديال الإرادة الصادقة، ها هو الجمع تبنى وطلعت الصومعة وتفرش وسوف يتم افتتاحه الحمد لله تعالى. هنا ملي كيكون التعاون ما بين المواطنين وبين السلطة المحلية كنوصلوا لواحد النتائج اللي هي سريعة 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 وإيجابية، فأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. وبالمناسبة كنحيي جميع الأصوات اللي اختفت، الحاجة الزهرة من طنجة المرأة المكفوفة واللي عندها طاقة إيجابية قوية جدا جدا، نطلب الله تعالى يشافيها ويعافيها وطول عمرها. وأخونا السعب النبي، واحد المجموعة من الأصدقاء صاروا أصدقاء عن طريق هذا البرنامج، جلهم إما مكفوف وإما عنده إعاقة في قدميه وإما عنده وضعية صعبة، ولكن مع ذلك تآلفوا وتحابوا وتعرفوا على أمل أنهم سوف يتحدون هذه الظروف الصعبة ويؤمنون بأن غدا سوف تشرق الشمس يوم جديدة وسوف يفتح الله تعالى أبواب رزقه وأبواب كرمه. شكرا لك يا أخي عبد الإله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.